الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه ينقلون في أحواله كان مقيد بنافلة الليل ساعة على الأقل قبل الفجر، كان يقوم ويؤدي النوافل والتهجد وكذا. الله تعالى مو عبث جعل هذه البركة في مفاتيح الجنان، هذا التأثير، هذا الانتشار. سفرا حضرا في الفصول الأربعة، ابني يقول الشيخ علي، يقول في يوم من الأيام دخلت على أبي فوجدته يبكي، فقلت له ماذا بك يا أبا، ليش تبكي؟ قال في الواقع عن البارحة لم أستيقظ لصلاة الليل. فقلت له يا أبا، يمكن كان مسافر أو نايم متأخر أو ما أشبه أو مريض كان. فقلت له يا أبا، هذا مستحب من المستحبات، أنت لم ترتكب معصية، لم ترتكب ذنبا. فقال صحيح أنه هذا مو ذنب، ولكن أنا أفكر في اليوم الماضي ماذا فعلت اللي سلب مني هذا التوفيق. إذا واحد ما قام لصلاة الليل هذا معناته مسوي شيء الله تعالى سلب منه ذلك التوفيق، هذا ما عنده توفيق. واحد ما عنده توفيق يعني شنو؟ يعني الله تعالى لم يلطف به ألطافه الخاصة. ولو واحد يقول قبل الأذان بخمس دقائق ويصلي الشفع والوتر فقط ولو بهذا المقدار،